بالاخص انا طلع فيها اخو مرهان حسين اللي عجبني الفستان بتاعها. كده بقى شفت اخترت صح؟ صح صح طبعا. دخل على ايه شهر تاني الفترة اللي جاية؟ لا اطلعش الا شبير للأسف. لا 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 الشخصية الجديدة ان شاء الله ما فيهاش شر فعلا؟ ان شاء الله. ده لأول مرة يا جماعة. ده لأول مرة. شكرا. يعني اقول لي ان انا كذاب. لا كان عندي والله شخصيات طيبة. انا طيب. لا ما انت طيب يا مغربي، انما الشخصيات صعبة. لا كان عندي يا اما مجرم يا اما شرير. بالظبط بالظبط. بس انت كان عندي في 100 وش مراد الجبالي كان ظابط وبيدور على الحق. كان عندي مراد الجبالي، وكان عندي النهاية طحاوي الشخص صاحب السوبر ماركت، الراجل اللي شاف واحد بيسرقه في السوبر ماركت ومرضاش يأذيه، قال له لو محتاج حاجة انا تحت امرك في اي وقت، وهو شايف ان هو بيسرقه. فانا عندي جزء طيب. فان شاء الله نكمله باللي جاي. مسلسل الونش بقدم فيه شخصية جديدة، استاذ محمد رجب، اخراجه استاذ اسماعيل فاروق، تأليفه استاذ احمد عبد الفتاح. ثالث تجربة مع استاذ اسماعيل، يعني ثالث تجربة مع الكرو من بعد الاخ الكبير وضربة معلم. انت بهدلت محمد رجب المرة اللي فاتت. ضربة معلم تحديدا. ضربة معلم وهو مورين السواد المرة دي بيتهيألي. يعني هو حب المرة دي بقى يطلع ضربة معلم عليا. لا هو شخص جميل جدا وفنان محترم وبيذاكر كويس جدا، فعشان كده الواحد بيبقى حريص جدا في كل لحظة هو واقف يشتغل مع نجم يكون مذاكر المسلسل مش مذاكر شخصيته بس. فالحمد لله بقدم شخصية طيبة ان شاء الله تطلع. وطبعا بالاخص انا طلع فيها اخو مرهان حسين اللي عجبني الفستان بتاعها. كده بقى شفت اخترت صح؟ صح صح طبعا. لا بس هي برضه انسانه جميله جدا ومتعاونه لابعد الحدود. يعني كل كواليس الشغل ما بيننا انا طالع بعمل شخصيه اخوها، ففعلا عشت كواليس معاها في المذاكره. فعلا بني ادم شاطره جدا، عاملين شغل الحمد لله يا رب يعجب الجمهور. في لغه حوار ما بيننا والاستاذ احمد عبد الفتاح الحوار بتاعه عامل سينك ما بيننا احنا الاثنين في الكلام. وشخص طيب يا رب يعني يا رب. انا خايف الناس تتعود عليا في الشر يقول لك لا هو شرير برضه. بص انا مش حاسك يعني. مش طيب، هو يطلع شرير في الاخر. هو زي احمد عبد الله محمود كده يطلع وفي الاخر يوم جاي ندي مقلب شر فالناس ما. بس والله يعني بس انت طيب للاخر ان شاء الله. طبعا ان شاء الله ان شاء الله. كلمني كده محمد رجب، شايف الونش ممكن يعمل جدل برضه زي ضربة معلم؟ هو ما شاء الله بيطلع ترند طول الوقت بشغله حتى لو هو اوف سيزون. فالونش فيه التركيبه اللي تخلي العمل ينجح بنفس القوه ان شاء الله ان شاء الله. ايه يعني عوامل نجاح الونش؟ خلي بالك احنا مش رسمين لهذا النجاح ولا متخطط له. يعني انا في تجربتي في الاخ الكبير وتجربتي في ضربه معلم ما كانش فيه خطه اللي احنا نركز قوي في شغلنا وكل واحد يعمل اللي عليه قوي علشان النتيجه عند الجمهور. زي الطالب بالظبط، هو بيذاكر جدا بيجي وقت الامتحان اللي هو وقت التصوير، بيجي وقت النتيجه اللي هي بتاعه ربنا اللي هو بقى ده راي الجمهور. والله مره واحده طلع ترند، طلع مش عارف ايه، بيبقى مجهود ناس كتير قوي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. اكيد بالظبط. في حاجه بقى بتجهز لها رمضان ولا لا؟ هو بس لسه رمضان ما فيش اخبار اساسيه عليه. طب. بس هو ان شاء الله يعني هبدا يعني نتقابل في تصوير اول مشاهد الجديد، يعني في مسلسل جديد ان شاء الله. بس هو اللي لسه يعني خلاص فاضل لي في ايام تصوير بسيطه، هو مسلسل ايه فيلم فوي فوي مع استاذ محمد حفظي. بشرف بالشغل معاه طبعا، وهو مشارك السنه دي بفيلم 19 بيه اخراج استاذ احمد عبد الله. فانا لاول مره بشرف بالشغل معاه فيلم فوي فوي، بطوله نيللي كريم ومحمد فراج بيومي فؤاد، اخراج استاذ عمر، تاليف واخراج استاذ عمر هلال. وعامل فيه شخصيه جديده جدا، بعمل فيها شخصيه كفيف وبيلعب كره قدم. ف دخل مع عادل امام بقى في كره السلام ولا لا؟ اسمه كان ايه؟ كان نسيت الاسم. هو كان لا حاجه اللي هو امير الظلام. امير الظلام. امير الظلام. لا احنا يمكن موضوع لايت كوميدي شويه، لان هو كان عند الزعيم عادل امام. احنا شفنا مشهد واحد في الفيلم كله بيتكلم فيه عن الموضوع او بين، لكن هي كره القدم دي فعلا عايز اقول لك كل من بيلعب هذه الشكل من الرياضه من المكفوفين دي محتاجة تالنت رهيبة جدا، اللي هو بيعتمد على السمع، ليها كرولز ليها. انا مريت من خلال المذاكرة مريت بشوية كواليس كانت مهمة جدا لقدرات هذا الشخص اللي بيلعب كرة قدم. كرة الجرس، الكرة بس بتعمل جرس قدامه، ازاي بيوصل للمرمى وازاي ما بيقدر يقطع الكورة وازاي بيقدر يباصي لزميله. لا ده موضوع
ده موضوع الناس دي فعلا خارقه الله اكبر يعني. هم عندهم حاجه مميزه جدا انا مريت بالمذاكره فيها ساعه ما شفت مباريات كده مثلا. طبعا طبعا اتفرجت على مباريات كتير على اليوتيوب وكمان دورت في فين في مصر فين المكفوفين او فين دار المكفوفين اللي مهتمه بالرياضه وشفت رياضات تانية بيلعبوها وكانت منهم كره القدم. قعدت بقى بذاكر شويه من التفاصيل اللي شفتها. الموضوع مش كوميدي نقدر نقول. لا 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 كوميدي ايه كوميدي ايه ده يعني بقترح على الناس تشوف يعني تشوف الماتشات اللي على الانترنت. انا كنت بحسبه قالش على من عادل امام بعرف منك فعلا ان في كره قدم كده يعني. حلو. هو احنا ممكن يكون لما خدوه في الفيلم بتاع امير الظلام كان بلايت بكوميدي لكن لا هو الموضوع فعلا تقف. انا كنت واقف في اول الايام هعمل كده ازاي يعني هعمل كده ازاي. وزائد ان هو في تفصيله بيعملوها في كره القدم بيعملوه ايه بيلبسوه غمامه هو كفيف لان الكفيف درجات ده تفاصيل فممكن يبقى اللي هو يقدر يشوف فكل بيلبس الشاشه دي. فاتذكر يا ريت يعني كنت لازم اصور الكواليس. انا في يوم بدات التدريب وخبطت في واحد ماشي بالكوره طبعا زائد دي بقى كانت ملبوسه فعلا عشان تعيش الشخصيه مش شايف فعلا وحصل نزيف في مناخيري وكان الموضوع زي مش عايز اقول لك النافوره اتفتحت لان احنا خبطنا هو الراجل بيلعب وانا بلعب ومره واحده خبطنا في بعض خبطه. هو كان ممثل عادي برضو ولا كان ممكن في ناس كوفه فطلعت معاه؟ ممثل وقاعد على الدكه على الخط الاحتياطي. انا رحت له ازاي وخبطت فيه ازاي وازاي ما حدش رجع يعني هو جت دقيقه من الوقت انا كنت ماشي بالكوره في الاتجاه بتاع التدريب الصح وهو جاي بيقوم وانا داخل في حاجه حصلت كده مش ما شفتهاش والله شفتهاش راحت دي من اللي قالتني كنت يعني دي وقت المذاكره بتاعت الشخصيه نفسها. لا انا عديت بشويه حاجات ربنا سطر وعليا وعلى زمايل كتير قوي معايا كانوا في نفس التجربه طبعا. اكيد التوفيق وانت حمستنا والله جدا. خليك ان شاء الله تشوفوا فيلم مهم جدا تاليفه واخراجه استاذ عمر هلال طبعا ده حد يعني غني عن التعريف بس انا بشكره جدا ان هو وثق فيا في الدور ده والشكل اللي قدمته ده. طبعا بشكر استاذ محمد حفظي وببارك له جدا على فيلم 19 بيه دايما مشارك ودايما مشرفنا سواء بقى في مهرجان القاهره او في مهرجانات سينمائيه كتير وتشرفت جدا بلقائك النهارده. انت من الناس اللي بحبها جدا ويعني دايما متجمعين وشكرا لكل الناس وشكرا لإلينا. شكرا.